يعني في واقع الحال نحن نواجه مشكلة معقدة إلى حد كبير فيما يتعلق بموضوع الموازنة. وكما تعرف بأن الحكومة العراقية الآن تصريف أعمال استقالت يوم 30 ويوم 1/12/2019 أصدرت أمر بتشكيل لجنة، وهذه اللجنة متكونة من وزير المالية، وزير التخطيط، وكذلك رئيس اللجنة القانونية وممثل عن رئيس الوزراء من أجل وضع اللمسات الأخيرة على قانون الموازنة. طيب. لكن أنا أعتقد أنه موضوع الآن حكومة تصريف أعمال، الآن حكومة هي حكومة تصريف أعمال وليست حكومة تمتلك كل الصلاحيات، وبالتالي هي مسؤولة عن ربما تصريف الأعمال اليومية الطارئة، وليس لها الحق في موضوع إرسال الموازنة الآن أو صياغة الموازنة وفق المادة 80. يعني مو حكومة أصيلة. مو حكومة أصيلة. وفق المادة 80 من رابعا، وكذلك أيضا المادة الثانية من قانون من نظام الداخلي لمجلس الوزراء، وأعتقد أيضا المادة 42 ثانيا أيضا من نظام الداخلي لمجلس الوزراء. وبالتالي هذه الحكومة لا تملك الآن الشرعية فيما يتعلق بموضوع إرسال الموازنة. هذا من جهة. من جهة أخرى، طيب. عادة يعني من يقوم بإرسال الموازنة هو عبارة عن تعبير خطة اقتصادية ورقابية لبرنامج عمل حكومي. الآن هاي حكومة تصريف الأعمال، وبالتالي نحن ننتظر الحكومة العراقية القادمة. الحكومة العراقية القادمة قد تكون لها برامج جديدة تختلف عن برنامج هذا الحكومة.